هوية بريس. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا الصحافة هوية بريس. معك أحمد نظيف الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب. اليوم اجتماع اللي حضرتنو مدينة فاس اليوم اللي حضروا الموزعين، الأغلبية ديال الموزعين ديال الغاز بالمغرب. المشاكل اللي كيعيشوا القطاع دابا كمهنيين كموزعين هو الغلاء ديال المحروقات، الغلاء ديال الغازوال هي الاول اللي فاضت الكاس، عاد الغلاء ديال لي بياس دو روشونج، الزيوت ديال لي فيدونج اللي كنقول ليها، العجلات، الحديد ديال الطوله باش كنصوبوا الطولات ديال لي كاميون. هادشي كامل الموزعين ما قدروش مازال يتحملوا هاد الزياده المهوله اللي كاينه في المحروقات. حيت علاش؟ هامش الربح اللي عند الموزع قنناته الدوله تقريبا كيربحوا 6 دراهم في القرعه، ملي كانت المازوت كدير 3 دراهم، طلعت 4 دراهم، طلعت 6 ل7، دابا طلعت ل 15 درهم. فعلا ملي كيهبط المازوت الدوله ما كتهبطوش بزاف، ملي كيطلع ذاك النهار كيطلعوا، ولكن ملي كيهبط في العالم ما كيهبطوا على واحد شهرين. هذا ماشي الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا اليوم اللي هو بغينا نوصلوا للسيد رئيس الحكومه السي عزة خنوش، اللي هو كرئيس الحكومه ورئيس المحروقات ديال المغرب ورئيس الغاز المغرب، صافو دير السيد الرئيس السي عزة خنوش فيه قاضي ومحامي بجوج، بغيناه يدير معنا الحل ويدير مع هاد الموزعين الحل اللي يمكن نهار من نهار وهما تيموتوا الا بقاو في هاد الحاله هذه. يمكن ما غاديش نقول لك غيديروا لي ضرب، ولكن غنمشيو في حالتهم. هذاك راه اكثر من الاضراب، اما مازال الا مازال درت لي ضرب، الا الواحد دار لي ضرب يمكن يدير لي ضرب يومين ثلاث ايام يقدر يرجع يخدم، ولكن الا مشى مات راه ما يقدرش. هذا غيخصنا شكون اللي غي يحل محلو، شكون اللي غيبلاصيه بهاد لي كونديسيون. الوغ كنطلبوا من رئيس الحكومه كولد الحرفه اللي كبر في الغاز وترعرع في الغاز، حيت الوالد ديالو الله يرحمه اول واحد اللي في المغرب اللي دار الغاز، وهو عارف المشاكل ديال الغاز اكثر مني انا كامين عام النقابه، عايشو وكيعرف هذا الشيء، يدير معنا الحل. حيت هذا الشيء عندو الموزعين اللي كيفرقوا الماركه ديالو، تقريبا راه عنده واحد 43 ولا 45% في المارشي لوكال ديال المغرب. الوغ هو اللي عنده واحد البار كبير، يمكن هو اللي غيتقاس، هو الاول اللي غيتقاس كرئيس الحكومه وكرئيس ديال المجموعه ديال اكوا اللي كتدبر الشؤون ديال المحروقات ككل، ساسوا الغازوال او ليسانس او البوطه. جا الموزع خدام هذا التوزيع بالمجان، حيت هو في القانون ديال الموزع عندنا ما عندناش توزيع، عندنا مستودع، كنتخلصوا على مستودع. كانوا الناس ضحاو كيديروا هذا التوزيع ملي كانت المازوت ب 6 درهم 7 درهم، كيشيط لهم شويه باش يعيشوا وليداتهم وهذا. دابا ملي طلعت المازوت ل 15، الموزع ما قدرش مازال يزيد في هذا الغلاء. الوغ ديجا قالوا لي كاين شي جوج في المغرب ما عرفت ولا ثلاثه ديال صحاب الغاز اللي حبسوا، حيت دابا حنا كموزعين دابا يلاه كنخمو باش نخلصوا الشركه، باش نخلصوا ستاسيون ديسانس في المازوت اللي كنتعاملوا معاه، باش نخلصوا الخدام، خلي الضرائب، خلي 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 خلي. اذا السي ناضي في الوضعيه الراهنه شنو هو الحل الانسب اللي كتشوفوه للقطاع ديالك؟ الحل الانسب تجلس معنا الحكومه، ما جلستش معنا هذه غتولي حاجه اخرى. كما قلت لك ماشي نقول لهم دابا حنا ما عمرنا غنلويو يد الحكومه، لا حنا مواطنين وكنبغيو بلادنا، ما عمر نلويو الحكومه يديها ولا نقول لها نديرو نوقفوا ولا نديرو لي ضرب. يمكن ما درش مع الحكومه شي حاجه، نقدروا نديرو التوقف، نوقفوا التوزيع، ولكن نخليو البيبان ديال الديبو ديال المحلول اللي بغى الغاز يجي ياخذو. ماذا ديك الساعه بعدا راه كننقصوا من لي شارج، ما بقاش عندنا المازوت، ما بقاش الكاميون، ما بقاش الشيفور، ما بقى هذا. يعني غادي تجي في المواطن؟
منهم انا، منهم انت. هادشي الغلاء اللي كاين. الو الحكومه دارت جلسات مع لي ترونسبورتور اللي كيديروا النقل، دعمتهم، وراه حتى حنا كنديروا النقل، وحنا كنديروا النقل واحد الماده حيويه. الو حنا اولى اللي دعمنا الحكومه قبل من اي واحد. سعد اقصبين، رئيس فيدراليه موزعي الغاز السائل بجهه فاس مكناس. هذا اللقاء التواصلي اللي كينعقد بمدينه فاس كينجي في اطار مجموعه ديال الاكراهات اللي كيعانيو منها الموزعين ديال الغاز السائل بانحاء ربوع المملكه، وما التواجد ديالهم هنا بمدينه فاس الا من اجل ايجاد اولا دراسه هذه المشاكل، ثانيا ايجاد حلول انيه اللي يمكن لها تخرج المهنه من هذه المشاكل اللي تكاثرت. واخر مشكل او اكبر المشاكل اليوم حاليا اللي كنعانيو هو المشكل ديال المحروقات، ارتفاع التكلفه ديال المحروقات، وكيف كتعرفوا ان المهنه ما كتمشى الا بالمحروقات، وهذا في حق في ذاته عائق كبير للموزعين اللي ما يمكن لهمش يستمروا في التوزيع بهذا الغلاء ديال هذه التكلفه. واليوم حنا في هذه الدراسه غندرسوا مجموعه ديال النقاط اللي كتهم المهنه، من بين المستودعات، التامين الى اخره، التنظيم، ولكن العائق اللي كاين حاليا واللي خصنا نتغلبوا عليه ونوجدوا الحلول، وهو التكلفه ديال المحروقات، واللي غنوجهوا من خلالها نداء للحكومه باش تنكب من اجل الدراسه ديال هذا الشيء وايجاد حلول انيه. لانه حنا اليوم كنوزعوا الغاز بدون مقابل، حنا كمستودعين ديال الغاز، ولكن التوزيع راه بالمجان نظرا لرأفة بالمواطن، لانه تنعرفوا المواطن ما يمكنلوش ياخذ القرعه ب 100 درهم باش يوصلها، ولا ب 70 ولا 80 درهم. اذا هذيك القنينه ديال الغاز ما مسموحش باش تزاد فيها حتى شي حاجه، خص الدوله تنكب باش كيف داروا مع اصحاب النقل، يعطيوا دعم لهاد الناس هادو باش يستمروا في التوزيع ديالهم، او ينقصوا من التكلفه ديال المحروقات من اجل رفع العبء على المواطن. اذا سي سعد، في حال مستمر الوضع على حاله، واش يعني ممكن نشوفوا ينقصوا عدد الموزعين في المملكه، وبالتالي غيكون واحد الخصص في بوطاس؟ ماشي النقص، راه يمكن جميع هاد الموزعين غيوقفوا، غادي يحلوا المستودعات ديالهم، والمواطن الا بغى القنينه غادي يجي ياخذ القنينه ديالو، لانه ما يمكنلوش يستمر بالخساره. اليوم الموزع راه كيتكبد خسائر كثيره من جراء التوزيع. اذا اللي غادي يمكننا نوصلوا له انه حنا كتجار غنبقاو كتجار، غنحلوا المستودعات ديالنا للقنينات، ولكن المتضرر هو ذاك المواطن اللي غيهز القنينه بالطاكسي ويردها بالطاكسي باش يوصلها لدارو، او الوحدات الصناعيه الى اخره. اذا هذا في حد ذاته غيكون مشكل كبير بالنسبه للمواطن، وغادي من حد ذاته غادي يرفع التكلفه ديال الغاز، لانه الى مشى المواطن وجاب القنينه راه غتشوف القنينه بشحال غادي. اذا حنا ما بغيناش نوصلوا لهذا الشيء، بغينا نوجدوا حلول انيه. حنا كمواطنين كنساهموا، خص حتى الدوله تساهم في هذه العمليه هذه. هويه بريس.